نرحب فيكم اليوم مشاهدينا في برنامج الدرية، واليوم تغطيتنا لاعب الكبرى قادم من الدقائق اذا راح نشاهد 44 معانا رئيس اللجنة في المسابقة ابو بدر حامد السيار. ودنا اليوم نتكلم عن المسابقة اللي حددتوها في موسمها ال 44. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله والساعة المباركة. مثل ما تفضلت هذه المسابقة رقم 44، لله الحمد عدد جدا 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 ممتاز، ما كان متوقع من خلال 5 سنوات طافت ما وصلنا للعدد هذا. الحمد لله العدد وصل تقريبا 106 متسابقين اللي تعذروا عن الحضور 8 أشخاص، يعني تقريبا 98 تقريبا متسابق. الحمد لله الأجواء طيبة والجو مثل ما أنتم شايفين كلش كلش ممتاز، يعني مناسب للصيد، ولكن نتمنى يكون إنه صيد ممتاز إن شاء الله هالسنة، وفي على الأقل نوع من أنواع السمك الطيب إن شاء الله. أبو بدر، دائما في كل بداية مسابقة تعقد لجنة يتم فيها تحديد شروط الصيد والمستلزمات الأمن والسلامة والشروط المتبعة، فودنا نتكلم عن المشاركين واللي دشوا معاكم اليوم في المسابقة. نعم، مثل ما تفضلت احنا سنويا نقيم لقاء تنويري قبل المسابقة بيوم طبعا، هذا لتحديد الشروط المتبعة وتحديد بعض النقاط الضرورية اللي لازم توافرها في الطراريد. حريصين جدا على اتباع وسائل الأمن والسلامة، كذلك حريصين على المحافظة على البيئة. مشاركين معنا الحمد لله الهيئة العامة للبيئة، وإحنا حريصين كلجنة تراث بحري الاهتمام في هذا البحر والحفاظ عليه. حرصنا في اللقاء التنويري على كثير من الأمور، منها عدم إلقاء القاذورات في البحر والاهتمام في وسائل الصيد، ما نتبع وسائل الصيد الضرورية واللي هي مناسبة للصيد غير مخالفة. طبعا أخذنا بعض النقاط المخالفة من الثروة العامة للثروة السمكية والزراعة، منعنا الشغلات المخالفة وقبلنا الشغلات الضروري للصيد فيها. بالنسبة حق شروط البيئة أعطيناهم جميع الشروط كاملة، يعني طلبنا من المتسابقين في اللقاء التنوير ضرورة وجود وسائل الأمن والسلامة من لايف جاكيت، من طوق نجاة، من طفاية حريق في الطراريد، وهذا لحماية المتسابقين والمشاركين معنا. أبو بدر، ضايينا نتكلم عن المساحة اللي حددتوها في المسابقة، كم المنطقة اللي تم تحديدها للمتسابقين؟ منطقة جدا ممتازة، يعني تقريبا كيلو ونص في كيلو ونص، يعني تقريبا مساحة كافية، ومثل ما انت شايف الطراريد متوزعين بأريحية. يعني احنا غالبا نختار المنطقة على حسب الأجواء. منطقتنا المعهودة هي الركسة، سواء الركسة الشمالية، الركسة الجنوبية، الوسطية هني، يعني شغالين على المنطقة هذه يعني بين الجنوبية والشمالية. أبو بدر، لما نتكلم عن وسائل الصيد، هل تم تحديد أنواع مثل الخيط، السنارة، اللفاح، الجيك، ولا بس طرق معينة حددتوها؟ نعم، احنا كلجنة تراث بحري حريصين على أن تكون منافسة تراثية بحتة، يعني حداق عادي، يعني ما يمنع دخلنا السنارة موجودة معنا، ولكن ممنوع صيد الجيك، يعني الجيك منعناه يعني في هذه المنافسة. هل الحفاظ على روح مهنة الآباء والأجداد؟ طبعا هذا احنا كلجنه تراث بحري حريصين على الاهتمام في جانب التراث البحري، مو البحر بس، التراث البحري. ما يمنع ان الواحد يتطور، ما يمنع ان الواحد يدخل شيء اضافي، ولكن روح التراث موجوده في المسابقه. ابو بدر، نبي نتكلم عن شروط النقاط في المسابقه، كان في السنه نعم حددتوا نوع معين، نعم، فودنا نشرح حق المشاهد شنو اللي تم تحديده. نعم، صار في تغيير جذري في موضوع النقاط والوزن. احنا سنويا ناخذ 6 جوائز، 3 خاصين في النقاط يعني اكثر نقاط، و3 خاصين في اعلى وزن، يعني ناخذ 3 الأوائل بالنقاط، 3 الأوائل بالوزن. لكن هالسنه غيرنا النظام هذا، اعطينا يعني فرصه اكبر للمتسابقين، حطينا 10 جوائز كلها على الوزن، يعني من الاول للعاشر اعلى وزن، يعني ناخذ جوائز جدا ممتازه، جوائز جدا قيمه. نشكر كذلك شركه نفط الكويت للمساهمه معنا، كذلك ساهموا معنا في اعطاء المتسابقين والفايزين بعض الهدايا الاضافيه بجانب المبالغ الماليه اللي يقدمها النادي البحري الرياضي الكويتي. هل في بدايه الانطلاقه هل شيكتوا على
حداقه على الشروط، كانه يعني طالعون اذا في مثلا صيد يكون داش قبل البدايه على اساس انه يكون في نوع من العداله ومن المصداقيه في الامر. دائما احنا حريصين على انجاح هذه المسابقه بصوره يعني تليق في مستوى النادي البحري الرياضي الكويتي، حريصين على ان ما يكون هناك اي تجاوز يخل في نظام المسابقه. هذه مسابقه ولابد، وكل ما صارت المسابقه شريفه والمنافسه شريفه كل ما صار الوضع يعني ممتاز اكثر. لازم 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 احنا نفتش الطراريد قبل المنافسه، اي شيء مخالف للصيد هذا برا، اي شيء مخالف يعني نوع من انواع السمك الحي او الامور الاضافيه هذه كلها برا المسابقه. كذلك حريصين على هسنا مثل ما قلت لك قبلها ان وسائل الامن والسلامه موجوده، فما يطلع الطراد الا مفتش ومتبعين وسائل الامن والسلامه موجوده، متاكدين انها موجوده. وبعدها يقعد في منطقه النادي البحري الرياضي على اساس ان نكون حاصرين الطراريد، وبعد سفره الانطلاقه موقع المسابقه. ابو بدر، بما ان ذكرنا على الاسماك والصيد، شنو الانواع اللي تدش في المسابقه؟ هل جميع الانواع ولا في نعم. انواع مستبعده؟ احنا جميع انواع الاسماك اللي هي الحلال على قولتهم، يعني الشم، الحياسه، اليريور، هذا كله برا المنافسه. ولكن في بعض الاسماك مستبعده اللي هي الاسماك الصغيره مثل اليميام، المشول، الجليجلي، الامور هذه الصغيره، هذه كلها مستبعده، يعني الزمرور هذا كله مستبعد. ان شاء الله نتمنى المسابقه بنجاح كبير، ونشوف ان شاء الله راي الحداقه في المسابقه والصيد اللي تم. ان شاء الله احنا نتمنى يكون في صيد، ونتمنى يكون في شيء يعني يبيض الوي وشيء يفرح يعني من وجود اسماك شويه يعني مو دارجه، ونتمنى ان شاء الله تنجح المنافسه في وجودكم ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله اجمعين ان شاء الله، وحياكم الله. شاركنا كل سنه نشارك، احنا ناخذ موسم ابو بدر بعد عارفنا. فاليوم توفقنا، اليوم غير اسمك، السنه غير اسمك، ترى غير السنه، العاده نويبي، وهذا الحين نقور وفرخش ماهي ويا شعوم ويا الحين تونا اول بدايه. احنا لحقنا على وقفه المايه، المايه وقفت توها دايره سجي هني اللي ضرب السمك هذا، والتعب على اللي مطريه وهذا. ما شاء الله ابو سليمان ما قصر، هو اللي صاد السمك هذا كله، انا الفرخش ماهي، وعلى الله التوفيق. تونا من بدايه هذا، ننطر الرخه الثانيه نرجع مكاننا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله نبيك تكلمنا، انت دائما تشارك في هالمسابقه، شنو الاختلاف اللي شفته؟ والله ما في اختلاف، نفس التصميم ما شاء الله، الشباب مو مقصرين والرقابه فوق الممتاز، ماشي الحمد لله. بس اتعب على اهم شيء ان تكون الييمه طريه، واحنا في السوق من الفير قاعدين نسوني بالسمك الطريه، الربيان الطريه اللي وعلى الله التوفيق باذن الله ان شاء الله. نبتكال، شنو انواع الخيوط اللي تستخدمونها؟ والله كلها 50 و60، ما استعملنا شيء، كلها على 50 و60 ظاهر. وهل ما تستخدم السناره؟ هم اتاحوا الصيد في السناره؟ لا السناره ما استعملنا، هذا موروث موجود، هم يبون الخيط هذا بس على الخيط، السناره ما يبونها، فعلى خيطين وركه وعلاق بس على هذا تمشي ان شاء الله. على قوانين الموجودين النادي البحري. وبخصوص شروط الامن والسلامه، هل ان تشوف الامر هذا زين حق الحداقه؟ اي لابد منه، لازم الامن والسلامه لابد منها، يعني حتى انا حاطين النقاط وحاطين الخفر موجودين، فمتابعينهم موجودين، وان شاء الله الامور زينه وطيبه الحمد لله. هذا من النوع الفرخش ماهي،
واذا حصلت من النوع الربيانه الطريه تصيد منه بكميه كبيره اذا حصلت من هالنوع. والنقرون نفس الطريقه اتعب على النيمه الزينه وان شاء الله على التوفيق ان شاء الله باذن الله. فالحين جرت المايه وعلينا ننطر رده الثمر ان شاء الله السجن اخر الثمر. ما شاء الله تبارك الرحمن اليوم غير مو السلفر مو السلفر اليوم غير شوف انا قرور ذكروا الله يا ربع قولوا ما شاء الله تبارك والحجم الطيب ما هي كلام ما شاء الله تبارك الرحمن ذكروا الله قولوا ما شاء الله تبارك الرحمن شوف حجمه بس كافي 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 ما شاء الله متلجات ما شاء الله تبارك الرحمن زريدي غارب. اللي هو قبدار عوده غارب على متلجات يعطيك العافية والله يا أخي السلام عليكم جميعا يعطيكم العافية ما شاء الله تبارك الرحمن هذا صيدنا اليوم بفضل الله تعالى صبيطي حجم طيب وشعم صغير اليوم الاثنين تبارك الرحمن صيدنا هذا أول الصبح أول الفجر الله يعطيكم الصحة والعافية ما شاء الله على خيرك يا أبو خلود ما شاء الله على أول الصيد ما شاء الله عليك ما شاء الله ما شاء الله ما يقدر تشيله ما شاء الله محمد خلاص يسد بكم الأسبوع كامل ما شاء الله افتح 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 البيل افتح البيل امسكه تعال بو محمد امسكه مضروب من الامور من الجنب شوف مضروب من الجنب هذا حمود اول كينج بات كينج بات ايش ها دبل هوك اب محمد شيله ما شاء الله هذا حلاني شيل شيل ابو محمد بس راكب السناره ابو محمد شيل شيل راعي الكينج بات شوف وش لونه ها وش لونه كينج باي سبوت ان اشوف 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 فوق 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 محمد فوق فوق يا السلام عليكم محمد ما شاء الله ها سيد شكل شكل شغل بجاره تضرب على الشعريه هذا عطيني المنفعه ما شاء الله نشكركم على التنظيم الحلو على متابعتكم الحمد لله الحين رابع سنة نسجل وإن شاء الله السنة بناخذ فيها مركز شلون تشوف التنظيم للمسابقة والشروط اللي حطوها والله أحسن من العام وإن شاء الله الله يوفق الجميع أول شيء وإن شاء الله مركز السنة وأفضل نصار وزن بدون نقاط دائما تحدق بالخيط ولا تستخدم السنارة لا هذا على طول خيوط هل هو نوع من المحافظه على التراث والله تعلمنا عليه بنتم على هالشيء شغلات جديده استثنائيه مو رئيسيه تكلمنا شنو يمكم اليوم والله كل شيء موجود يواف ميد ربيان سعودي ربيان شحام موجود شلون الصيد اليوم والله الحمد لله الله رزقنا بقارير وبشعم شعري ونويبي الحمد لله عسى الله يرزقنا ان شاء الله يرزق الجميع بسم الله الرحمن الرحيم يعطيكم العافيه ويعطيهم العافيه اللجنه المنظمه هذه اول مشاركه بالنسبه لي كل سنه بشارك تصير امور بالدفتر والمسح البحري وهذا ويمكن في شروط كانت ما يطوف 33 قدم
هالسنة يعني الحمد لله طلع 33 قدم والحمد لله بفضل الله شاركنا ويعطيهم العافية. اللجنة المنظمة أمس كان في لقاء تنويري، أبو بدر ما قصر ووضح وايد أمور، نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. هالسنة حطوا الشروط في الوزن وما الوزن، تمام. هل هذا شيء يعني جديد على المسابقة؟ أنا اللي أعرف السنوات اللي طافت كانت عن نقاط الوزن، أنا أشوفه يعني كعدل ومساواة وكذي، أشوفه بالعكس ممتاز، كل واحد على صيده وإن شاء الله السمكة يعني إن شاء الله باينة. الحين تكلمنا عن اليم المستخدمين اليوم. اليم والله مستخدمين الربيان خثاق والسمكة الطيبة هذه الميت الصلاخة، طبعا مانعين على ان الميارير والامور هذه الحمد لله، يعني الصيد الحمد لله للحين خفيف بس الحمد لله. طبعا هي المشاركة في المسابقات هدفها هي التواصل واحياء ذكرى الاباء والاجداد. بالضبط. فايش رايك في هالموضوع؟ للامانة يعني هي خلينا نقول هواية حلوة، انا الهواية هذه تعلمتها من الوالد، ويعني البحر يعلمك على الصبر، بالعكس صدق ساعات تتعب خلينا نقول صيف الجو حار وهذا، بس كل مرة تقول ها لا الجو حارني طالع، تي بعدها لا باكر خل اطلع، ومن تشوف الجو حلو تقول يلا ما تفرق حمل فساد، خلاص هي شيء يسحب شيء على قولتهم، وهذا يعني شيء توارثناه من الاجداد. والمساحه اللي خصصوها لكم؟ بالعكس المكان هذا الركسه وايد حلو ما شاء الله فيه خير، يعني اذا حضرت السمكه وايد وايد يعني خوش مكان، وما شاء الله اليوم فساده يعني حلو حلو المكان. عسى الله يوفقكم ان شاء الله. اجمعين ان شاء الله. اجمعين ان شاء الله بالتوفيق للجميع ان شاء الله. والله طلعة حلوة ومشاركة، أول مرة نشارك وياكم وإن شاء الله نتوفي. شلون شفت التنظيم؟ لا شغل عدل والله، يعني ما شاء الله شغل عدل، التنظيم مرتب وكل شيء زين والله الحمد لله. دائما تشارك وياهم؟ لا والله أول مرة، الأمانة أول مرة. المساحة اللي خصصوها؟ إيه. شلون؟ كافية زينة بالنسبة لعدد الطراريد كافية. إيه. ما شاء الله عبد الرزاق العوضي من السبعينات بالبحر، ترى برزيقة من السبعينات. شلون حداقه؟ لا حداق ناخذ برزيقة. صاد شيء اليوم؟ اليوم صاد شعم وصاد والله يمياهم ما يمياهم، صرنا اليوم صغيرة بالثلاجة بس. يعني نلاحظ ان ما يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة ما يعيقهم اي شيء في سبيل الهواية. ما شاء الله برزيقة يعني من الناس الاقوياء، يعني مو العادي اللي شو اسمه يعني بالبحر شغل عدل يعني تحمل وهذا. شنو يمكم المستخدمين اليوم؟ والله ربيان ويواف وش اسمه مصير وخثاق وبرابيج. تكلمنا عن الطبيعه البحريه للمنطقه الخصوصه الخاصه الركسه، ممتاز فيها السمكه متنوعه. صح، بس المايه جاره حيل هنا، يعني حداك شوي صعب يعني فتره الصيد محدوده بس بالوقفه يعني. وشلون الخيوط اللي مستخدمينها؟ والله بالأمانة خيوط قديمة. إيه. أحجامها شنو؟ يعني من 30 ل60. إيه. عسى الله يوفقكم إن شاء الله ونشوفكم في المنصة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، يعطيكم العافية ما تقصرون. الله يعطيكم العافية، والله يعطيكم العافية النادي البحري على التنظيم، وهذه مو أول مشاركة احنا نشارك فيها، هذه يمكن سادس مشاركة وسابع مشاركة نشارك فيها، والحمد لله الله وفقنا السنين اللي طافت، الحمد لله يعني طلعت مرتين مركز والله وفقنا. في اختلاف ما بين المسابقات اللي شاركت فيها وهالمسابقة بالذات؟ والله شوف أكيد بالنسبة حق الماي حمل والحين فساد زين، وهالمره حاطيننا تحت يعني مو قاطينا بالركسه اللي فوق او الركسه اللي تحت، لا قاطينا شوي قريب والحمد لله تلاقيت فيها. ماسك خيط دريه، كلمنا عنها.
والله قاعد نردع الحين مكسوس الخيط وقاعد نردعه. حجمه شنو؟ هذا 50. لا مواصفات؟ لا والله علاق، تغذية علاق زي حق نويبي، وإن شاء الله الله يوفقنا في النويبي إن شاء الله. شلون الصيد اليوم؟ والله الله وفقنا بضلعة وخمس شعوم إنما وقرقفان ثلاث، الحمد لله الله وفقنا إن شاء الله، وبالميزان يبين إن شاء الله. عندك خبر عن الأسماك المستبعدة في الكشف عند الحكام؟ عندي خبر فيهم، يعني في بعض الأسماك اللي هو الغيور، الجليجلي، يعني أسماك وايد. كلمة تحب تقولها للقائمين لهذه المسابقة؟ والله أشكركم وأشكر برنامج الدغية على هالتغطية الحلوة، والله يعطيهم العافية إن شاء الله ويعطي العافية النادي البحري على التنظيم. جنوب جنوب الله يعوض بعبدالله. هذا الضيف ضيف الشرف. هذا هذا شعر خيط كم تقريبا 90 جدار 07 والله الحمد لله الأجواء جميلة وممتازة والتوقيت طيب ومرتب، وكذلك الماية زينة، يعني إن شاء الله الناس صايدة وإحنا بعد صايدين كذلك. ما نتكلمنا عن شروط الأمن والسلامة اللي نظموها. والله الله يعطيهم العافية، الجماعة ما شاء الله ما قصروا، الصبح قاموا بتفتيش الطراريد وكذلك تأكدوا من الأمن والسلامة من لايف جاكيت وطفاية والأمور الاحتياطية مثل ما يقولون حق السلامة. الحمد لله احنا قريبين يعني، وان شاء الله ما علينا خوف والامور طيبه. المساحه اللي خصوها هل هي مناسبه؟ هي جدا ما شاء الله المساحه مناسبه ولايقه على الطراريد كلهم، وما شاء الله شوف يعني بين طراد وطراد مسافه، والمايه راخيه، والمكان بعد زين،
هذا المكان الحين كله سمكه عابره داشه وطالعه، فالامور طيبه الحمد لله. ولا اليوم يعني خيارهم لليوم هذا بالفساد، هل هذا شيء زين؟ الحمد لله المايه فساد وتيارات راخيه، بما يعني يساعد ان الحداق يجتهد بصيده وشغله وهذا، وحداقه يكون ممتع، مو مايه حاميه، مو مايه ياره زلازل. كان مثل ما انتم شايفين انا قاطلي هالكبر بده هالكبينات هذا كذي، الحمد لله صاك، وان شاء الله الحين ينبر واصيد لي نويبيه طيبه. يلا ان شاء الله فالك المنصه، اللهم امين، بالتوفيق ان شاء الله جميع يا رب، الله يرزق. مو اول مره طبعا نشارك، احنا كل سنه نشارك في المسابقات، والحمد لله كل مره يحالفنا الحظ، هالمره بعدهم حالفنا الحظ، ان شاء الله نكون من الفائزين. ونشكركم على هاللقاء، كلكم خير وبركة. شلون صيدكم اليوم؟ شو طلعتوا؟ والله تقريبا 4 حرات هذا الحجم، وشعم وبطان. الخيوط اللي مستخدمينها نوعها؟ أنا كل بكيم من 40 إلى 50. هل هي نوعية مطلوبة في هال؟ هو يبي له بلد صغير هني، ويبي له مدار مو كبير وسط، ويبي له خيط خفيف. ترديعات؟ ترديع عادي. كلمنا عنها. والله أنا بروح أردعهم، الترديع العادي المدار وهذا، وما أستعمل كله علاق، ما أستعمل ركة. اليم شنو مستخدمين اليوم؟ اليم طبعاً سيدر، اليم الربيان. وياه صلاخ ميد وخثاق، وعندي شريب، بس طبعا الشعم سته بالشريب. تكلمنا عن المساحه اللي خصوها والطبيعه البحريه اللي بيني وبينك المساحه صغيره يعني المفروض يخلونا نطلع اكثر، كانوا يخلونا نطلع اكثر بعد فوق، بس المساحه شويه محصوره، بس الجو حلو اليوم. التيارات المائية والسمكة عابرة تكون اليوم؟ طبعا فساد، اليوم فساد، هو موطن السمك الفساد، مو مثل الحمل، يعني حتى لما كنا هناك بعمق 88 قدم مايا كانت جارة، بس يطلع بلد 8 يطيح زين، بس لما انجرت أكثر ما تقدر بعد. المشاركة والمحافظة على التراث ومهنة الآباء والأجداد، هل هذا الهدف من المشاركة في المسابقات؟ والله طبعاً هذا الهدف الأساسي، هدف الأساسي هاي المحافظة على المهنة. أنا عمري تقريباً 4-5 سنين كله ويا الوالد وهالأماكن، كله ويا الوالد وهالأماكن، لما الحين صار عمرنا بالستينات وهم هالأماكن ما نخليها. لك طولة العمر، بس الله يهديهم ان شاء الله حكومتنا ويفتح لنا الجون داخل. طبعا هذا الامور ممكن لصالح الحداقه، وان شاء الله يعني البيئه اللي خلينا نقول خصصوها ومنعوها تكون لصالح العام ان شاء الله. ان شاء الله ربك يسهل ان شاء الله. عندنا طال عمرك من الساعة 6 الصبح مسابقة بتنظيم النادي البحري الرياضي، وحنا اللجنة المنظمة لجميع المسابقين. طبعا كل فعالية في النادي البحري نكون احنا منظمين فيها لجنة حسب نشاط الرياضي، فحنا اليوم طال عمرك نطلع الصبح، احنا المجموعة الصفراء المتسابقين نوزع عليهم أرقام وإعلام على أساس نعرف بياناتهم كل واحد رقمه، وهذا لما تنتهي الانطلاقة الصفارة النهاية هذا القفال يجون يسلمونا علمهم ورقمهم وينطروننا إن شاء الله في النادي للتسليم الوزن وهذا، وعسى الله يربحهم كلهم إن شاء الله. كلمنا عن تعاونهم اليوم معاكم في المسابقة. والله الحمد لله طبعا كل سنة والله الحمد، ثم فضل إدارة النادي
كل سنة قاعد نشوف أن الأمور تساهيل خاصة المواطنين يعني والجميع المتسابقين، يعني الحمد لله يكون في تنظيم وفي تعاون وفي احترام وفي من هالأمور هذه الحمد لله. كلمنا عن المساحة اللي خصصتوها والإشارات اللي حددتوها، يعني المحامل تكون في الجهات الأربع. صحيح، حنا اللنجات، لنجاتنا هذه اللي قاعد تشوفونها الحين مهداة من الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه، فإحنا نكون منظمين فيها بجميع فعاليات البحرية النشاط البحري. البارح يوم الجمعة كان في لغاء تنويري، كان في لغاء تنويري حق المتسابقين، وعندهم فكرة أن البويات هذه على شكل مربعة إضافة إلى أربع اللنجات هذه تكون محوطة حق المتسابقين على مساحة تقريبا 5 كيلو. طبعا الحين احنا على مشارف انتهاء المسابقة، قلنا شو اللي راح يصير، يعني شلون الآلية اللي راح تستلمون، وهل انه تاخذون منهم الكياس والاعلام والارقام؟ صحيح، هذه طال عمرك قلت لك انا على انطلاق النهاية، صفارة النهاية. امس معطين المتسابقين انه لا يتدشون تستلمون اعلام عن طريق السيف بالقفل، الردة في النهاية قبل يتبلش توزيع المسابقة الهدايا، كل محمل عليه علامة، كل محمل عليه علامة فوق اللي المجموعة الصفراء والزرقة، الأصفر يسلم حق الأصفر والأخضر يسلم حق الأخضر، نسلمهم هني وإحنا نطلع فيهم بعدين للسيف، نعطي منه اللجنة التنظيمية الثانية، لجنة تنظيم، لجنة يعني معنا نأخذها فهد مسؤول التفتيش، المجاد مالي معاي مسؤولين التنظيم، كل واحد يختص بشغلته. قواك الله. الله يقويك طال عمرك. والله انا اشوف هالمنطقه مو وايد مو ذاك الزود الصراحه مناسب، يعني لو كان في مكان ثاني يكون افضل واحسن، لان جره المايه هني وايد جاره، حيل جاره، يعني لو كان في مكان ثاني يكون احسن من المحدق هذا بوايد. والله التنظيم بالعكس رائع وممتاز جدا، والشباب متعاونين، واول ما ينصب كان في تنظيم، وبالعكس يعني وايد وايد زين، شيء وايد ممتاز. هذا طبعا الهامور اضافه الدريا وهداء حق برنامج الدريا اللي يستاهلون، وخوش برنامج الصراحه. والله يعطيكم العافيه ان شاء الله. شغلتنا التسجيل وناخذ الطلب من اللجنة الموجودة، هي تعطينا الأسعار كم كيلو، إذا في أي واحد السمك ماله يعني ما عارف أنت التلاعب أوقات تصير يلقي رسميا أمر من اللجنة. وطبعا إحنا شغلتنا هذه بس إحنا ملاحظة، ونشوف ناخذ كل شيء من اللجنة، تابعين حق اللجنة اللي تقرر يدخل المسابقة ولا، وإذا أي شيء يانا منهم نلقيه نكتب عليه ملغي بأمر اللجنة، هذا ثورنا يعني. المكان تدري أوقات يعتمد على المايه، المايه حامية وهذا، والأسماك اللي قاعد تيجي، والله شوف يعني في يعني في خير طبعا، توافق من رب العالمين هذه، يعني ناس تصيد ناس ما تصيد، ناس تفرق وياه حسب طبعا التليمه والبحر، في ناس عارفه لها انباع طويل بالبحر يعني من زمان، بس اللي اشوفه يعني هم بعد يعني لجنه لها دور، هي تحدد السمك عدل يعني. شوف يعني الحين شفنا قدامنا الحين ترى اكثر من 3 ملغيين
سمكته السمكه مفرش يعني ما افتكر هذا في شيء يعني من يعني الشغل بالنظافه يعني اذا بتاخذ شغله خذها برزقك. في ناس لا قاعد تجيب من تحت لتحت تدخل سمك او احد قط عليها سمكه من برا. فهذه المشكله اللي نعاني منها يعني ما في ضمير اوقات تصير بالمسابقه. في ناس كذي تلاعب عندهم كثير يعني احنا صار لنا اكثر من 40 سنه 45 سنه رحله الغوص بالصيف وعندك سباق الرقه وهذه ما شاء الله يعني مداومين عليها سنويا يعني احنا صار لنا اكثر من 30 سنه ران اكثر من 40 سنه كذي باللجنه بس يعني نحبها يعني صراحه ويعني نفضل نفسنا حقها يعني مع انه يعني في عندنا اعمال ثانيه بس نحب نشارك بالنادي كذي يعني حبنا للنادي لا اكثر ولا اقل. بس طبعا اليوم وجودي انا كوني مستقيل من الاتحاد اليوم انا موجود بدعوه من النادي بهري الرياضي كجهة محايدة باللجنة التحكيمية لفرز الأسماك ومن ثم للتشيك الأسماك الطازجة الأسماك اللي مثلا قديمة الأسماك الجديدة عشان نميز كنزاهة ورفع حرج عن النادي البحري الرياضي وهذا شيء يشكرون عليه للأمانة كونهم طلعوا من اللجنة التحكيمية ومن ثم تركوها لأطراف من برا النادي. آلية استبعاد السمك طبعا لا شك ان في اشتراطات للمسابقه، الاشتراطات ان من يطلع برا الحدود للاماكن للمكان اللي وضع فيه المسابقه هذا يستبعد، ايضا الاسماك اللي قد تكون قديمه ومش اسماك اليوم لا شك ان عندنا الخبره ونملك الخبره في ان نميزها اسماك قديمه او اسماك جديده. من ثم نستبعدها، الاسماك اللي هي الاسماك الصغيره الغير محسوبه في مثل المياه مثل المشوه مثل الامور هذه. اللي هذه تطلع برا الحسبة. هو طبعا ما فيه نقاط في المسابقة كانت في السابق السنوات اللي فاتت كان فيه نقاط وكان فيه على قولتهم على الأوزان. السنة هذه الله يجزاهم خير يعني قالوا وحدوا وقالوا خلونا نخليها عملية أوزان فقط لا غير. على أساس إن لا نهضم دور اليوم فرصة المسابقة إن جمعت الأحبة الإخوان الحداقة وخلتهم يلتقون ببعضهم. لا شك ان بعد قرار منع تشكيل الجون الناس كانت على قولتهم عندها نوع من الكبت ومن ثم اليوم فكيت الكبت عنه وهذا شيء يشكرون عليه النادي لطرح المسابقه هذه ومن ثم الترفيه لاخواننا الحداقه ويستاهلون اخواننا الحداقه. عندنا اليوم المسابقة الكبرى رقم 44 طبعا هذه عرفت شلون؟ فولله الحمد شفنا الإقبال جيد 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 جدا وكذلك الصيد الوفير اللي شفتوه قدامكم اليوم ما شاء الله ولله الحمد يعني النظام حتى التنظيم كل واحد ماخذ الحيز ماله قاعد يشتغل عليه ومن الصبح هذا مو متول الحين من الصبح ل تقريبا الساعة بالأربعة ونص يلا وقفنا عليها والحمد لله إن شاء الله ناجحة. النادي البحري سباق حق التراث إن كان عن طريق الطراريد أو عن طريق اللنجات اللي عندنا المراكب. عندنا قسم كبير من المراكب لو تشوفونه هناك موجودين هذا أيام الغوص وهذا من التراث البحري أيام أجدادنا وأجدادنا وكنا نلبسهم نفس اللباس اللي يلبسونه أجدادنا وآبائنا وأجدادنا. عندنا والله الحمد وعندنا الطراريد هذه موجوده وكنت شفتوا اليوم انتوا الحداق شلون صاير الطراريد طالعين من الصبح ورجعوا تقريبا الساعه 4 ونص وكل واحد صيد معاهم مستانسين والجو اليوم ساعد على الشيء هذا وقعدنا ننتظر احنا النتيجه على اساس نشوف الاول والثاني والثالث والرابع. السابق تفضل الله
حمد وليد ابو وسان صيد تقريبا 29 كيلو 6.2 جرام. العافيه اللجنه والشباب كلكم ما قصرتوا، كان شغل جدا طيب وممتاز. اسمي علي سليمان السعيد وحصلت على المركز الثاني، وهذه يعني مو اول مشاركه، شاركنا تقريبا كل مسابقه نشارك فيها. واشكر اللجنه القائمه العاشر على المسابقه هذه. والله الحقيقه ان يعني هذه المشاركات انا بالنسبه لي حريص عليها اني اشارك بهذه المشاركات. طبعا تشجع الشباب، خلي الناس تعرف طرق الصيد، فيها منافسه شريفه ان شاء الله، والشباب هنا ما يقصرون معانا اليوم، ونتمنى الخير للجميع.